يوجد حل لمشكلة اللوز سكن؟ نعم يوجد حل. هل يمكن شد الجلد وتقوية العضلات بدون ما أنحف ولا أسمن؟ هل شد الجلد بالرياضة يحتاج وقت طويل؟ أوكي، الترهلات اللي هي اللوز سكن، الترهلات على حسب درجة الترهل ممكن تنحل إما بالبناء العضلي أو حرق الدهون. إذا كان ترهل بسبب دهون فالموضوع بسيط وما ياخذ وقت. نظام غذائي لخفض نسبة الدهون، الدهون يعني خفض نسبة الدهون ما ياخذ وقت مثل هدف البناء العضلي. شهرين 3 شهور راح تلاحظ نتيجة مرة كبيرة، لأن الدهون حرقها سريع مو بزي البناء العضلي. البناء العضلي ياخذ وقت، فعلى حسب درجة الترهل عندك وسبب الترهل. إذا كان جلد يعني مو بدهون، تأكد إنه مو بدهون، فالبناء العضلي إذا كان ترهل بسيط راح يفيدك بتمارين المقاومة بتطور أسبوعي، وتاخذ احتياجك من البروتين ونظامك يكون أقل.